أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تهتم بالعمل والتنمية والبناء في كل القطاعات. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح محور التعمير الجديد محور فؤاد أبو ذكري بمحافظة الإسكندرية أن الدولة تقوم بتنفيذ 250 ألف فدان في الدلتا الجديدة وتشكى وشرق العوينات. الدولة مش سايبة قطاع و يعني ما بتشتغلش فيه، على الدكتور مصطفى بيقول لي، بس الفكرة أنت يمكن بتمس قطاع بنفسك. يعني مثلا يقول لك إيه، أنتوا مهتمين قوي، أنا الكلام ده قلته قبل كده، يعني بالطرق والكباري. يا سيدي أنت بس إكمنك شفت الطرق والكباري، إكمنك أنت بتمشي عليها، لكن ده مش معناه إن قطاع زي الزراعة أنت ما بتشوفوش. ليه؟ لأن هو يعني مين مننا من المواطنين إلا اللي بيشتغلوا في القطاع ده؟ أنا بتكلم اللي إحنا بنعمله زيادة. يعني الدكتورة لسه بتقول هنا 250 ألف فدان هيدخلوا لزراعة القمح السنة دي عن السنة اللي فاتت. المفروض كانوا 400 ألف، مش كده يا محمد؟ كانوا كام؟ 400، والسنة الجاية 23 يوصلوا مثلا لمليون لو إحنا نجحنا، لو إحنا نجحنا في اللي إحنا بنعمله. ده بعيد عن الرقعة القديمة، بعيدين عن الدلتا يا دكتور مصطفى. إحنا بنتكلم هنا على الدلتا الجديدة، وبنتكلم على تشكى وشارع العوينات. معناه ان انا ازود ويبقى مثلا مليون فدان، معناه في زرعه واحده هدخل من 2.5 ل 3 مليون طن حسب قدرتنا في الزراعه.